واحد رئيس مركز بحوث الصحراء الأستاذ الدكتور أخوتي، وندعوه لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السيد الأستاذ الدكتور الزميل الدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر. السيد الأستاذ الدكتور ناهد عبد المقرر المؤتمر ورئيس الجمعية. الأخ الزميل الأستاذ الدكتور محمد عبد المطلب رئيس معهد بحوث الري. الأخ الزميل المهندس أحمد أبو السعود وكيل أول وزارة البيئة. أرحب بحضراتكم جميعا وأسعد بوجودي بين حضراتكم هنا. وخلونا نتكلم بطريقة تلقائية كده، فما خرج من القلب دخل القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الأذهان. في الحقيقة دي أول مرة أحضر هذا المؤتمر العظيم، وإن شاء الله سوف أواظب على الحضور ما حييت أو ما بقيت في المركز إن شاء الله بإذن الله. وهذا المركز تنظمه جمعية محبي المحميات الطبيعية، ولا بد وأن نتوقف عند هذه الكلمة قليلا. محبي المحميات الطبيعية هي كلمة لها معنى واسع ولكنه معنى عميق وخطير في نفس الوقت. التراث الطبيعي، لما تيجوا حضراتكم يعني قد يعلم البعض أن مركز بحوث الصحراء كانت الفكرة في إنشاؤه سنة 1927، وأنشأه الملك فؤاد الأول تحت مسمى معهد الصحاري أو معهد فؤاد الأول للصحاري. ولو حضراتكم ألقيتوا نظرة عن العدد الأول لمجلة معهد الصحراء اللي احنا بنحتفظ بيها بين أضربنا إلى الآن واللي صدرت أظن سنة 1951، هتجدوا في التايتل أو في الكونتنس بتاع المجلة مواضيع مهمة جدا تتعلق بصون التراث الطبيعي، وهذا ينم عن قريحة منتقدة وذكاء جيد لهؤلاء الناس اللي كانوا بيفكروا من سنة 1927 إنهم يحافظوا على صيانة التراث ويعمروا الصحاري والحاجات دي. صون التراث الطبيعي من وجهة نظري المتواضعة يعني أشياء مهمة جدا، التطرق إلى الموارد الطبيعية، الموارد الأرضية والموارد النباتية والموارد الحيوانية أيضا والمياه، حتى كما قال الأخ الزميل أستاذ سامر حتى مياه الأمطار مسؤولة إن احنا نعمل لها أو نصونها أو نعمل لها صيانة جيدة. ومركز بحوث الصحراء برضو لمن لا يعلم من حضراتكم إن احنا يعني طبعا بنهتم جدا، ما يجيش حد يقول طب ايه علاقه الصحراء بصيانه التراث الطبيعي او المحميات الطبيعيه. لا، اقول لحضراتكم انه الهدف الاساسي اللي انشئ والوقفيه التي ابرم على اساسها اقامه معهد الصحاري بتنص في ما بين السطور على حمايه التراث الطبيعي والمحميات الطبيعيه. الحمد لله رب العالمين ان المركز الآن له 11 محطة بحثية تغطي جميع صحاري مصر. يعني إذا كنا احنا بنشهد 5 و6% من المساحة الكلية، والمركز هو الجهة المنوطة عن تعمير وتنمية واستدامة هذه الأمور الصحراوية في مساحة 94%، فمن الأجدى ومن الأولى من الآن أن نتعاون ونتكاتف جميعا في الحفاظ على هذا التراث الطبيعي. آن الأوان أن نلملم شتات التفرقة المتواجدة، وخلينا نتكلم بكل صراحة وبكل وضوح، الموجودة بين مراكز البحوث والجامعات. يد واحدة لا تصفق، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فإذا ما اتحدنا الآن، وأنا شخصيا بمد يد التعاون بصفتي مسؤول عن مركز بحوث الصحراء، وبقول لحضراتكم تاني ان احنا الحمد لله رب العالمين لدينا فوق 600 عالم في مجالات مختلفه،
مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والأراضي والمياه والجيولوجيا والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وكل هذه الأمور. تعالوا نتفق سويا إن إحنا ما نبدأش بالصفر، تعالوا نحط إيدينا في إيدين بعض من دلوقتي. هذا المركز له محطات بحثية عديدة وله كوادر فنية متناثرة في صحراء مصر وله استراحات مزودة بكافة الإمكانيات. فتعالوا سويا إن شاء الله نحن ننقب عن السبل السليمة للحفاظ على هذا التراث. وأنا كنت سعيد كل السعادة لما اتصل بي الدكتور حسن وهو شرفنا معنا في المؤتمر وقال لي ده أنت عضو معانا في مجلس إدارة صيانة حاجة زي كده نبات التراث، وأنا برضه قلت نفس الفكرة ديت. فأنا في الحقيقة بنقل لحضراتكم جميعا تحيات زملائكم في مركز بحوث الصحراء، وبأؤكد مرة تانية إن إحنا إن شاء الله كل إمكانيات مركز بحوث الصحراء سوف تكون مسخرة لخدمة الجمعية، لأن إحنا في النهاية جميعا بنخدم هدف واحد وهو مصرنا العزيز. طبعا العالم أجمع وليس فقط الدول النامية بل العالم المتقدم والعالم النامي بيمر بعديد من التغيرات. هناك ثلاثة متغيرات مهمة جدا ألا وهي التصحر certification والتغيرات الجوية climate changes وأيضا التنوع الحيوي biodiversity. لو جينا نبص لهذه الجمعية هنجد أنها بتتبنى هدف أسمى يندرج تحت هذه الأمبريلا وهو sustainability أو الاستدامة. لابد وأن نفكر جديا أن نتعايش مع مشاكل العالم وأن نقدم الحلول المناسبة لهذه المشكلات حتى نستطيع أن نكون عند حزن الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشاط الجمعية بتقوم به لحماية التراث أو لصون التراث هو امتداد لنشاط وزارة الدولة للشؤون البيئية، هو امتداد لنشاط قطاع حماية الطبيعة في هذه الوزارة، اللي يعني نرجو ان التعاون في هذا المجال يزيد شوية، انما ده ما يمنعش انه يشرفنا اليوم عن وزير البيئة احمد بيئة ابو سعود وكيل اول الوزارة. تفضل يا فندم. أستاذ الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، أستاذ الدكتور رافض زكي رئيس المركز القومي لبحوث الصحراء، الصديق والزميل العزيز أستاذ الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، السيدة الدكتورة ناهي عبدو مقرر المؤتمر ورئيس جمعية منتدى المياه الطبيعية، السيدات والسادة الدكتور الكريم. بداية أحب أعرف حضراتكم بتحيات وتمنيات السيد الأستاذ الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشؤون البيئة، واللي كان حريص على حضور هذا المؤتمر ولكن ارتباطه بمهمة خارجية في دولة قطر لحضور المؤتمر متعدد الأطراف للتغيرات المناخية، حالة دون حضوره هذا المؤتمر العلمي الهام اللي احنا بنصدره الآن. وبلغ حضراتكم تمنيات بمناقشات مثمرة، وإن شاء الله يصدر عن هذا المؤتمر توصيات هامة تساعد وزارة الدولة لشؤون البيئة على استكمال مسيرتنا في حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي. السيدات والسادة الحضور الكريم، يولي العالم اهتماما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بعد أن أدرك ما تعرضت له البيئة من تدهور مستمر أدى إلى اختلال التوازن البيئي نتيجة التطور السريع في التكنولوجيا والضغوط المتزايدة على موارد الطبيعية. ومن أجل ذلك فقد انتهجت مصر سياسة جادة لحماية ثرواتها الطبيعية النادرة وقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعمل على توفير التوازن البيئي بين ما هو متاح من هذه الموارد ومعدلات الطلب عليها.
وقد شاركت مصر في العديد من المؤتمرات الدولية التي تناقش قضايا البيئة والثروات الطبيعية، بدءا من مؤتمر البيئة الأول الذي عقد في مدينة ستوكهولم بالسنين عام 72، ثم مؤتمر البيئة والتنمية في ريو ومؤتمر قمة الأرض، ثم مؤتمر التنمية المستدامة بجوهانسبرغ، وأخيرا المؤتمر الذي عقد في 2012 لمواجهة التنمية الشاملة المعالجة الشاملة للتنمية المستدامة ومحاربة الفقر ومواجهة قضايا التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والتوازن البيئي. المسارات الطبيعية التي تتميز بها منطقتنا تتركز في الكائنات البحرية التي تمثل المخزون الاستراتيجي من التنوع البيولوجي، والشعاب المرجانية التي تمثل عاملا أساسيا من عوامل الجذب السياحي، بالإضافة إلى العديد من الكائنات البحرية الأخرى مثل السلاحف البحرية وعروس البحر والنورز البيئية لنبات المنجروف التي توفر بيئة هامة لتقاسم بعض أنواع الطيور ومصدر لغذاء الجمال والغزلان وحماية الشواطئ من أعمال البحر. السيدات والسادة، إن ما يعنيه الإنسان من مشكلات ومخاطر تنتج عن التفريط في حق البيئة من استنزاف لمواردها واستغلال ودمج لثرواتها يجعل من الضروري موهمة كافة الأنشطة على الظروف البيئية المحيطة وما تحتويه من ثروات طبيعية واتخاذ تدابير للحفاظ على الغطاء النباتي وحماية الموارد الجينية والنظم البيئية والحفريات والتأكيد الجيولوجية والتأكيد على حدوث أقل تدهور للأراضي نتيجة الملوثات وإجراء التقييم الشامل للأثر البيئي وتقييس المخاطر على المواقع الأثرية على النظم البيئية الطبيعية بما فيها الإنسان، لأن ذلك حق من حقوق الإنسانية لازم من الضروري حمايته للأجيال المستقبلية. ولقد بذلت وزارة الدولة لشؤون البيئة جهودا مكثفة من أجل حماية الثروات الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى من خلال وضع السياسات والبرامج الكفيلة بحماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي والترسخ في شبكة المحميات الطبيعية التي بلغت حتى الآن 30 محمية تمثل حوالي 15% من مساحة المحيط مصر العربية. كما تمثل الوزارة مصر في العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تعني بقضايا البيئة، ونظرا لأن التراث الطبيعي والثقافي يعتبر ثروة لا تقدر بثمن ولا يمكن تعويضها ليس فقط لكل بلد ولكن للبشرية بجمعاء، فقد شاركت مصر في اتفاقية التراث العالمي وانضمت إليها في عام 75، وقد وضعت الاتفاقية المعايير والشروط لتسجيل الممتلكات في قائمة التراث العالمي من أجل تقدير القيمة العالمية الاستثنائية لتلك الممتلكات وتوجيه الدول الإطراف فيما يتعلق بحماية ممتلكات التراث العالمي وإدارتها. ولقد تم إعلان مواقع التراث العالمي الثقافي في كيلو، وهي منطقة الأفضال المسيحية في أبونينا، طيبة القديمة، القاهرة الإسلامية، منفى ومقابرها وأهرامها، آثار الروم من أرسوم الحدافية. كما تم إعلان منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء أيضا موقع تراث ثقافي عالمي خلال عام 2002، وأصدرت الجهود خلال عام 2005 عن إعلان منطقة وادي الحيتان بمحمية وادي الريان بالفيوم كأول محمية تراث طبيعي عالمي في مصر، لكونها من أجمل بقاع العالم وتمثل أهمية جيولوجية عالمية يرجع عمرها إلى عام حوالي 42 مليون سنة. السيدات والسادة، من التحديات التي تواجه العالم يمكن تحقيقها من خلال حماية الثروات الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتمثل في محاربة الفقر وتضييق الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية وصون التنوع البيولوجي ومواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري ومكافحة التصحر والتلوث بكافة أنواعه والعمل على زيادة الاستثمارات في مجال البيئة والاستفادة منها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية البشرية والسلامة والرفاهية للإنسان وتعظيم دور الشباب وتشجيع السياحة البيئية الواعدة والمثقفة لمواجهة استنزاف الثروات الطبيعية واستخدامها كعنصر أساسي في استراتيجيات الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لكل فرد على أرض مصرنا الحبيبة. وفي نهاية كلماتي أسأل الله التوفيق للحضور إلى الوصول إلى حلول وتوصيات المحافظ على التراث الطبيعي والعالمي لما يضمن تحقيق الرفاهية للأجيال الحالية والمستقبلية. كما أتوجه بالشكر إلى السيد الأستاذ الدكتور رئيس جامعة شمس على استضافته لهذا المؤتمر واهتمامه بالحضور، كما أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الدكتور ماهر عبدو مقرر المؤتمر لاهتمامها وحرصها على استمرار هذا المؤتمر في العام الرابع على التوالي، وأرجو أن تتكرر هذه المؤتمرات لأنها بتساعدنا في وزارة البيئة على
مراجعة سياساتنا وخططها في مجال حماية البيئة وحماية التنوع البيولوجي وصول هذا الثروات الطبيعية. وأتمنى إن زي ما الدكتور سامر قلته إن التعاون يتواصل ويتزايد في من خلال الجمعيات الأهلية اللي بتعمل الجادة والنشطة اللي بتعمل في مجال البيئة، وإحنا بنعتبرها الذراع التنفيذية لوزارة البيئة، وبنهتم جدا بجميع العمل الأهلي والعمل المجتمعي. وأسأل الله في ختام كلماتي إن ربنا يحفظ مصر ويحفظها ويحافظ عليها من كل الفتن، وإن شاء الله تخرج مصر من محنتها قوية كما عهدناها دائما. السلام عليكم.